الذكريات والفريق الذي يريد أن يحقق فوزا مهما هنا في هذا الملعب في واحدة من أهم مباريات لأنها موعودة تأتي من خلال فرصة أولى ومحاولة أولى للكنارس في كرة من قلبه في كرة في تسديد لكن إلى خارج الملعب تحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة كنارس خطيرة تأتي الله عن الأمجاد هم يريدون معانقة الأمجاد نعم من أجل الأمجاد قادمون نحن أرسنال هكذا قالها مارتينيلي بأولى الكرات وبأول الأهداف حتى هنا في ملعب أنفيلد الأرسنال يسجل الهدف الأول يصل في الكرة الأولى بنقلة بتمريرة بمحاولة بوصول بتوغل بعبور بتسديدة بهدف بفرحة أولى للجنرز الأرسنال يسجل سجل الجانرز الهدف الأول عينك على الكرة فان دايك في نقلة فان دايك في محاولة إبعاد لكن في الأخير استقرت في شباك أليسون وسجلت للأرسنال بهدف أول في هذا اللقاء مارتينيلي زيتشينكو ولكن أليسون في التصدي أليسون في الإبعاد أليسون في حماية مرمى عفا لكن أليسون في التصدي بعد ذلك زميلة في الإبعاد وصلت عن طريق إبن وايت أرسنال مختلف أرسنال مختلف العرضية خطيرة تأتي الثانية ضيع الهدف الثاني ضيع كاد الأرسنال أن يفعلها من جديد كاد الأرسنال أن يفعلها العرضية خطيرة للريدز ولكن إلى خارج الملعب ركلة ركنية هنا الريتم أصبح أسرع أرضية جابرييل الله 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 متعتهم لا تموت كبرياءهم لا يجرح أحلامهم لا تنكسر هذا هو الأرسنال في هذا الموسم نعم حتى في أنفيلد المدافع عادت للعمل حتى في أنفيلد الأرسنال يعود حتى في أرسنال هنا له حتى في أنفيلد الأرسنال يقول كلمته بثاني الأهداف بعد عرضية مميزة كانت جميلة كانت رائعة كانت عينك على الكرة من جابرييل من جابرييل إلى جابرييل الثاني لأرسنال من جابرييل إلى جابرييل الثاني لأرسنال بكرة على المقاس بكرة ولا أروع بعرضية ولا أجمل نعم متعة هذا الفريق لا تموت كبرياؤه لا يجرح وأحلامه فرصة للتقليص جول ضاعت الكرة الماضية في غفلة في دفاعات أرسنال في كرة جميلة خطيرة للتعادل جول نعم للتقليص وجاء هدف التقليص عن طريق محمد صلاح صلاح يسجل ويقلص النتيجة لفريق ليفربول الريدز أبدا 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 لا يرضى بأن يتأخر في جماهير بهدفين نظيفين قبل نهاية الشوط يريد أن يدشن عودة ولم لا يريد أن يرد أي روح وأي رغبة خطورة ما زالت وسقوطنا يأتي القرار بول تيرني يعلن ركلة جزاء في تعادل صلاح ضاعت ضاعت على الريدز لتعطي لمحة أمل بالنسبة لأرسنال مرور ممتازة رائعة الله إن لم يحققوا أحلامهم فهم يغتالون أحلام الآخرين سجل هدف التعادل لفريق ليفربول في كرة في لقطة في عمل في تميز من جانب أرنولد إلى الطرف الأيمن أرنولد تقدم هندرسون مرر أرنولد من أمام زينشينكو مرور بصورة مثالية